لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لن تصدق من هو زوج الفنانة التونسية هالة الزواي الذي أخفته عن الجميع. هالة الزواي والذي زوجها لم يظهر إلا مرة واحدة في وقت زفافهم، حيث كانت في عام 2015 في أجواء كرنفولية احتفلت الإعلامية المشاركسة هالة الزواي زواجها من زميلها بقناة حنا بعلي الياس وفرع مختلف عن العادة، والارتباط زواجها بحدث مهم لأبناء نادي أفريقيا الموافق 5 ماي 1985 وفوز بخماسية كاملة على الترجي. كان الزفاف مصحوب بإعلام النادي الأفريقي وأغنية ماني ناسي، وحيث أن هذه المرة الوحيدة التي ظهر فيها زوج هالة الزواي في وقت زفافهم، واتصل لكم صور له في هذا الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.